you can see, the mosque now is open for everyone. إنهم يرفضون بيان ديفيد كاميرون شكلاً لأن الأحرى كان كما يقولون أن يطلع الرأي العام على تفاصيل نتائج التحقيق في نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا. يرفضون مضمونه لأن البيان المذكور كما يقولون ورطهم في علاقة مشبوهة مع الإخوان المسلمين. لكن القائمين على مؤسسة قرطبة الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومسجد فينزبيري بارك لا يتنكرون في كل الأحوال لمرجعية الإخوان المسلمين ولا لمرجعية الانتماء إلى بريطانيا. ما الدواعي لإجراء مثل هذه المراجعة؟ الإخوان المسلمون على المستوى العالمي هم في نهاية المطاف نختلف معهم نتفق معهم، لكن هم قوة ديمقراطية، وفي بريطانيا ليس لهم وجود حقيقي، ليس لهم هيكلية، وأفرادهم موجودون منذ نصف قرن وهم مواطنون بريطانيون ولم يرتكبوا في يوم من الأيام جريمة، فلما هذه المراجعة؟ ولكن الأخطر من ذلك هو أنه نتائج المراجعة الحقيقة لم تنشر، بقيت طي الأدراج لمدة عام ونصف، ورئيس الوزراء يماطل في إبرازها ونشرها، والسؤال هو لماذا؟ في مواجهة اتهام منظماتهم بإقامة علاقات مشبوهة مع الإخوان المشاركون في هذا المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمسجد فينزبيري بارك الشهير بإمامه سابقا أبو حمزة المصري، وجدوا ضالتهم فيما رددته الصحف من أن الحكومة البريطانية خضعت لضغوط من دول شرق أوسطية قبل صدور بيان ديفيد كاميرون، وهو ما يرفضه كثيرون في الدوائر السياسية والصحافة البريطانية. Government is taking a very softly approach, doesn't want to cause major rifts with the community, but is watching their every single move. And if there is any move towards extremism, which I understand there has been in the past, if we were to take the government reports at face value, then I'm sure the relevant authorities will step in. Again, some people may say it's a bit of a whitewash, that it's a politically correct report, and it's terrified of accusations of Islamophobia in that it is not taking a more proactive stance against stopping extremism. في هذه الأثناء القائمون على المنظمات الإسلامية المذكورة يأملون في مراجعة ما خلص إليه التحقيق الحكومي حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين، مع استعدادهم لفتح قنوات مع الحكومة في مواجهة التطرف في مقابل إبعادهم عن كل الشبهات والكف عن عزلهم. القائمون على هذه المنظمات الإسلامية دافعوا ما استطاعوا عن إخلاصهم لهذا البلد كونهم ينتمون إلى منظمات بريطانية فوق أي اعتبار، ولكنهم لم ينأوا صراحة بأنفسهم عن منظمة الإخوان المسلمين لا كمرجعية أيديولوجية ولا كمنظمة أجنبية تنشط في بلد أجنبي. كمال العلواني، الحرة، لندن.